دكتورة ليلى عبد المجيد العميدة السابقة لكلية الإعلام بجامعة القاهرة تنضم إلينا الآن عبر الهاتف. دكتورة ليلى، أهلا وسهلا بحضرتك. هل هناك استراتيجية علمية تم التعارف عليها أو ترسيخها حول الردود على هذه الشائعات أو التعامل مع الشائعات بشكل عام؟ هو طبعا التعامل مع الشائعات ليها أدواتها، يعني حضرتك سرعة الرد طبعا من الجهات المسؤولة، طبعا ان انت تنزل للموقع الحدث نفسه وتوري الناس على الطبيعه اللي بيحصل في مواجهه ما يتم تردده من شائعات واكاذيب، ده طبعا بيبقى اقوى رد على اي شائعه. فطبعا اهم حاجه انه يبقى في ردود سريعه بالمعلومات الحقيقيه، وطبعا لو قدرنا ان احنا قبلها يبقى الناس عندها معلومات كافيه عن كل موضوع، ده بيقلل قدر الامكان من انتشار الشائعات. توافر المعلومات الكافيه بشكل مسبق ولا عند التعامل مع الشائعه حال ظهورها؟ لو مسبق، يعني احنا لو بنتكلم حاجه زي وباء كورونا ده طبعا يعني كارثه بالنسبه للعالم كله، فطبعا عامله حاله رعب وحاله خوف وحاله تشكيك، يعني في محاولات تشكيك، ان حتى الان يعني الحمد لله لم تظهر حالات في مصر، فهم بيحاولوا ان هم يشتغلوا على الجزئيه دي الجهات المعاديه، وتحاول انها تستغل حاله برضو الخوف الموجود الطبيعي عند كل مواطن وكل انسان من مثل هذا الوباء. فطبعا لا، هو في معلومات اتقالت عن الاجراءات الخاصه بالوقايه في الجهات اللي فيها تجمعات كبيره زي المدارس وزي اجهزه وزاره الصحه، مدى استعدادها لمواجهه كاستعدادات احترازيه، لكن طبعا اللي بيحصل بتتردد عبر شبكات التواصل الاجتماعي بالذات بعض الشائعات، وده يمكن من فتره اتقال على حكايه تاجيل الدراسه واتنفت مساله تاجيل الدراسه، ومع ذلك بتتردد تاني. فانا بشوف انه احنا طبعا الدراسه هتبتدي ان شاء الله من اسبوع ده، فالمفروض بقى ننزل مدارس، ننزل يعني الكاميرات بتاعت الاعلام تنزل. طيب معلش دكتوره ليلى، هل هناك بشكل علمي ايضا ظرف زماني او دوله ما يمكن ان تحظى فيها الشائعه بمستوى قبول اكثر من غيرها من الاوقات الزمنيه او من دول اخرى او مواقع اخرى؟ هو يعني من الاشياء العجيبه، يعني في بحوث اتعملت ولقيت ان المصريين يعني من اكثر الناس اللي بيصدقوا الشائعات ومن اكثر الناس اللي بيردلوها، فده طبعا يمكن ارث تاريخي بقى ولا مش عارفه بالظبط، جزء في نفسيه الانسان المصري انه بيشكك دايما، ومثلا الباكستانيين اقل الشعوب تصديقا للشائعات، لكن دي كلها محتاجه مننا دراسات، وازاي ان احنا يعني كل ما المواطن يشعر اكثر في اكثر من موقف انه ما يتردد من شائعات هي اكاذيب وتتكذب في الواقع، هيبتدي يقل تدريجيا امكانيه انه يصدق اي شائعه بتطلع وهيتردد، وانا شايفه ان الامور اتحسنت. نعم، طيب يعني دكتوره ليلى، بخصوص الدراسه اللي حضرتك اشرت اليها وان قابليه ترديد المصريين للشائعه ربما تكون اكثر من شعوب اخرى، هناك في منتدى شباب العالم في عام 2018 كان هناك مائدة مستديرة حضرها الرئيس السيسي مرتبطة بالشائعات وسائل التواصل الاجتماعي تحديدا، إحدى الحاضرات وهي مصرية متخصصة في هذا المجال مقيمة بالولايات المتحدة، إذا كنت أتذكر الاسم بشكل صحيح، اسمها الدكتورة فاطمة الزهراء، قالت أنه داخل الولايات المتحدة هناك إحصائية نشرت أن مستوى القبول بالأخبار المكذوبة والمغلوطة يحظى بترديد بنسبة تزيد ب 70% عن الأخبار الصحيحة، الأمر لا يبدو أنه مرتبط فقط بالجزء المرتبط بالشرق الأوسط. حاجة مختلفة، حاجة مختلفة، يعني طبعا أستاذة الدكتورة فاطمة دي مصرية، نعم، تشتغل في جماعة مصرية، إنما إحنا بنتكلم على البيان اللي هي بتقوله أو الرقم اللي هي بتقوله على إنه الأخبار السيئة عادة بتحظى بقبول، أو الشائعات السيئة بتحظى بقبول أكثر من اللي فيها شيء إيجابي. فده شيء، ده غير ده شيء ده. الأمر الأمر تفسيره نفسي دكتور ليلى ولا مرتبط بيه؟ لا، يعني أنا بعتقد إنه ربما تكون علاقة المصريين بمن حكموهم عبر التاريخ خلقت عندهم قدر من الخوف وعدم التصديق وكده، فبالتالي إن هم يعني دايماً بيترددوا كثيراً لو حاجه جايه من جهات رسميه،
برغم انه الجهات الرسميه بتقول الحقائق وبتقول المعلومات ومش ممكن طبعا. وانا كنت بتفرج في سي بي سي حتى كانوا جايبين او في قناه اخرى مدير منظمه الصحه العالميه في مصر وبيتحدث عن الاجراءات اللي مصر واخداها وعن الترتيبات اللي مصر حطها بشيء ايجابي جدا. طب اهو ده واحد مش مصري يعني، يا ريت ولا يعني هيجاملنا، والحاجات ديت ما فيهاش مجامله ومصر ما تقدرش تخبي، لكن المصريين بطبيعتهم عندهم احساس كده بانه الناس الدوله ما بتقولهمش الحقيقه، ان الجهات الرسميه ما بتقولهمش الحقيقه. دي بقى هتاخد مننا مجهود شويه، لكن انا شايفه ان الامور تحسنت لانه في الواقع العملي بيثبت ان الدوله قالت بتقول الحقيقه في حاجات كتير جدا ثبت ذلك. وبالتالي انا اعتقد ان تاخد شويه وقت عشان تغير من تركيبه، ودي موجوده عند المصري من زمان يعني مش شيء جديد. وبالتالي الجهد بقى الاعلامي اللي بيبذل، الشغل اللي بنشتغل عليه في التوعيه، في تدريب الناس على انها تقدر تميز بين الصادق والكاذب، انها ما تصدقش اي حاجه تتقلقها، انها تشكك دايما في اي شيء لحد ما تتاكد منه من اكثر من مصدر ومن مصادر موثوقه وموثقه. طبعا ده اكيد هياخد وقت، لكن في المدى المتوسط وكده هيجيب نتائج ايجابيه. طيب دكتوره ليلى، هو اشاره حضرتك لما قاله دكتور جون جابور مدير مكتب منظمه الصحه العالميه في القاهره، واشار حتى في اكثر من مناسبه على ان هناك تنسيقا ليس مع وزارة الصحة المصرية فقط وإنما حتى مع رئاسة مجلس الوزراء، وأن الأمور تسير في إطارها المحكم. أخيرا دكتورة ليلى، ماذا عن فكرة محاولات الصد المباشر لهذه الشائعات وما يتم ترديده؟ الأمر مرتبط بتوعية فقط ولا مرتبط بظروف أخرى يجب خلقها لهذه البيئة باختصار لو سمحت؟ هي الإشكالية أنه مرات بيحصل تصحيح، واللي سمعوا الشائعة ما بيهتموش بأنهم يعرفوا التصحيح، أو إذا عرفوه حتى بيتشككوا فيه. هي دي المشكله اللي احنا عايزين نشتغل عليها باليات مختلفه وبجهد كبير. ولذلك انا بشوف ان النزول للميدان من ارض الواقع اكيد ان ده بيدي مصداقيه اعلى. يعني انت يعني حتى ناخد يعني مواطنين عاديين يروحوا يشوفوا ويشوفوا بعينيهم ويبقوا هم اللي بيكتبوا، من الناس اللي بتكتب على الفيسبوك وبتكتب على الحاجات ديت، لانه فعلا احنا محتاجين جهد واليات منظمه ومدروسة لكي نستطيع أن نصل إلى المرحلة اللي المصري فيها أو غالبية المصريين، لأن هتفضل الشائعة لأنها موجودة صحيح. منذ الأزل وستظل، لكن كل اللي احنا بنشتغل عليه وبنسعى إليه أننا نقلل من التأثير السلبي بتاعها ونساعد المواطن أنه يقدر فعلا ما يبقاش عرضة لمثل هذه الشائعات اللي بتهز ثقته بنفسه وبتزود من إحساسه بعدم الأمان وإحساسه بالخوف والقلع. ده اللي احنا عايزين نشتغل عليه. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة ليلى عبد المجيد العميد الأسبق لكلية الإعلام بجامعة القاهرة منضمة إلينا عبر الهاتف.